خلف هذا الباب مجموعه من طالبات الطب، جميعهن نازحات من مدينه تعز الى هنا الى مدينه اب. في هذا السكن الكثير من المعاناه والصعوبات، ابتداء بدراسه الطب مع النزوح ومرورا بالظروف الصعبه. من بين هؤلاء الطالبات رويدة تحدت كل تلك الصعوبات وأكملت الهدف التي لم تستطع إكماله هناك في مدينة تعز قبل الحرب، وهو حفظ أو إتمام حفظ المصحف، وفعلت ذلك هنا في السكن وفي النزوح والغربة، رغم أنها تدرس في المستوى الرابع من طب الأسنان. سنتعرف إذن على قصة رويدة في هذه الحلقة. قل يا ربي زدني علما، زدني فقها، زدني حكما، أتبع قولك عملا يبني، يشكر ذلك عثرة أمة. قل يا ربي زدني علما. في العام 2013 بدأت رويدة أول خطوة في مشوار الحفظ، خطوة تعثرت حينها لأسباب عدة، كانت من بينها دراسة الجامعة قبل أن تتغلب على كل تلك الأسباب وما تلاها. البداية كانت بعد مرحلة الثانوية العامة، حيث بدأت في مسجد الحكيمي لتحفيظ القرآن الكريم في عام 2013-2014 للميلاد، أو 2012-2013 للميلاد. بدأنا ندرس في الفترة الصباحية كونها كانت إجازة بعد ثالث ثانوي. مرت الأيام وكان الوضع طبيعي جدا. لما بدأنا دخلنا في الجامعة، كوني دخلت قسم طب أسنان، شعرت بأنه ممكن أنه يأثر، وهذا كان تقصير مني، ولحد الآن ندمان على التقصير هذا، لأنه كان جدولنا في مستوى أول خاصة من الساعة الثمانية، من الساعة الثامنة للساعة الرابعة عصرا. كان الوقت في التحفيظ يا إما فترتين من 8-10، أو الفترة الثانية من 2-4. كنت ما شفش وقت يعني أرجع من الجامعة وأسمع، وخاصة إن الجامعة كان منطقة عصيفرة، بينما التحفيظ كان منطقة كلابة، حيث إنه لو خرجت من المحاضرة ولحقت أسمع وكذا كان زحمة المواصلات وما إلى ذلك. شاءت الأقدار ووقفت التحفيظ، وكنت راجع فقط في البيت، وحاولت من إنني وقت ماني فاضي ألتحق بمسجد السعيد، كونه كان جنب الجامعة على طول، جامعة السعيد. وقامت الحرب ووقفنا كثير، كان المساجد حتى عندنا مسجد الحكيمي توقف، مساجد كثيرة توقفت، لكن كان منطقة الحفظ في مسجد عصيفرة، مسجد السعيد عفوا السعيد كلابة، وكان منطقة بعيدة عن بيتنا. كنا نحفظ في البيت ونراجع أنا وخواتي، والحمد لله. انقطعت رويدة عن الحلقات، لكنها لم تنقطع عن القرآن، وهي التي تربت أصلا في أسرة قرآنية خالصة. دخلنا البيت الحمد لله كلنا متمسكين ولله الحمد، الوالد ما يقصرش، كمان الوالدة. أمي تدرس أيضا، كانت في التحفيظ رغم أنها في محو الأمية، حفظت 5 أجزاء، ولازالت ما شاء الله إلى الآن تحافظ على المراجعة وما إلى ذلك، أكثر يمكن مننا حتى ما شاء الله. في البيت أختي الكبرى أيضا خاتمة، أختي التي تليها، دخلنا التحفيظ سوا بعد ثالث ثانوي، ووقفنا سوا في نفس السورة، ثم دخلت هي قسم الطب البشري وأنا في قسم طب الأسنان. ما إلى ذلك وقفت مرحلة التحفيظ كما أنا تماما. أختي التي لحقتنا برضو دخلت التحفيظ، حفظت 10 أجزاء. أختي الصغرى كان لها الحظ الأوفر فينا، حيث ختمت القرآن الكريم، وهي الآن تستعد لمرحلة الاختبار في مؤسستها السعيد أنعم وشركة. وأخي رحمة الله عليه أيضا كان يدرس في تحفيظ القرآن في مسجد الحكيمي، وصل إلى الجزء 10. أنا أشوف أنها طالبة مجتهدة، وهذا بعد صلاة بين المغرب والعشاء يقع حلقة مع الأستاذة رحمة تراجع لنا الأجزاء التي كنا حافظينها، الطالبة الذي بسكن كامل ما شاء الله كلهن حافظات، وشوف أنها متمسكت بهذا الشيء. علاقة رويدة بهذا المكان علاقة جديدة واستثنائية، فرضها النزوح من تعز إلى هنا إلى مدينة إب، وهنا أرادت أن تبدأ من حيث انتهت. الصخ أنا أشوف أن ملتزمات زيادة من جهة الحفظ والأدب والهدوء والأخلاق الذي تميزن به الطالبات،
وأشوفين كامل بنفس المرتبة من جهة الحفظ والأخلاق والهدوء. فكرة الحلقة القرآنية والتسميع جاءت عن طريق الأستاذة رحمة والطالبة هديل والطالبة ابتسام، يعني بعض الطالبات جلسنا مع بعض أنوهن، بعدين قال إن الفكرة إن إحنا نفعل حلقة بين المغرب والعشاء يوقع التلقين والتسميع، الذي حافظ مثلاً كان من قبل 5 أجزاء تسمعهم، يعني سمع باليوم 2 آيات 3 يعني سور من القرآن. وبعدين أجيت لنا فكرة من الأستاذة اسمها الأستاذة وحدة الدعيس إنها تكون تجيب هنا حلقات القاعدة النونية، وإن شاء الله نطبقها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل همزة لمزة. الذي جمع مالا وعدده. الذي جمع مالا وعدده. الله الشيطان الرجيم. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. يمنحها كيف نوعية تسجيل التسميع؟ هل هو تلقين تسميع مراجعة إجبارية أو مش إجبارية الحلقة؟ لم تكن إجبارية قط، كون الأستاذة رحمة في السكن الحديث هذا تحفز تشجع تخلي الواحد على راحته بصراحة، يعني تقول أنا متأكد أنه مثل ما أني أشتاق للقرآن أنتم بتشتاقوا للقرآن وبتقووا أنتم من نفسكم من عندي تسمعوا تراجعوا، لو في أي سؤال بتسألوا لو في أي تعقيب بتكونوا. كمان الدورة للأستاذة أماني ما قصرتش معنا للأمانة، بالعكس تحفزنا على هذا الشيء كثير. والسكن السابق أيضا كان نوعية الحلقة كنا في البداية فيها 4، وبعدين بدأنا يجوا البنات
ونسجل وما إلى ذلك، لكن كلهم بنات السكن أنفسهم. كنا نسمع ونراجع ونحاول إن إحنا نحافظ على الخطة اللي كنا نمشي عليها من قبل في المساجد، سواء مسجد الصفا، مسجد الحكيمي، مساجد هائل سعيد بشكل عام، لأن تقريبا الجامعة جامعة السعيد تتبع المؤسسة بشكل عام، مساجدها كامل متشابهة وما إلى ذلك. طيب ما تحسيش بصعوبة الآن أنت طالبة ومعي اختبارات والأبواب وتحفيظ، ولا الموضوع يحتاج لوقت تنسيق؟ هي وقت الحلقة بين المغرب والعشاء تقريبا، لكن وقت الاختبارات الأستاذة تعطينا مجال إنه وقت ما كملت تراجعي تعالي سميه، سواء بأي وقت كوننا في سكن واحد، في مكان واحد، مجتمعات في منزل واحد. والحمد لله لا ما في صعوبة خالص بإذن الله، وإن شاء الله ما بيكون في صعوبة. هنا في السكن الجامعي لنازحات من تعز وطالبات للطب، تحاول رويدة وزميلاتها أن يعوضن الكثير مما فقدنا هناك في منطقة أصبحت ساحة حرب، وهي مدينة تعز. اللذة ما كانتش موجودة لما انقطعت، لذة الحياة، طعم الحياة ما كانش موجود زي من قبل. تشعر بشعور غير لما تكون رايح راجع للمسجد، تسمع، تراجع، التلاوة، الجو البيت، الجو القرآني، افتقدت إليه كثيرا. الشيء اللي لما أول ما طلعنا في السكن حاولنا كثير إن احنا نلم الشمل ونرجع، كونا شفتوا من مساجد كثير بنات، يعني مثلا أني، الأستاذة رحمة، الأستاذة زينب، كنا متفاوتة وطالبة كثير ما شاء الله كثر، منهم من حافظ 5 أجزاء 10 أجزاء، وصلت للـ20، منهم الخاتمة. فكنا نعمل حلقة في السكن الأول سكن السعيد، وما شاء الله تواصلنا، ولما التحقنا الآن في السكن الجديد إن شاء الله بإذن الله متمسكين ولن نضيع بعون الله. كيف أنتم تعززوا روح الفريق الواحد لدى طالبات ربما متنوعات ومتشكلات؟ أول ما يدخلون الطالبات نجلس معهن جلسة ونكلمهن إنن هنا يتعاونوا مع بعض، لأنن هنا داخل السكن يكونن أسرة واحدة. وأعرف صديقتي إيش الذي تعاني منه، إيش الذي ناقصه، إيش اللي تحتاجه من الآخرة، وزميلتي الذي معي بنفس المكان تعرف إيش زميلتي اللي تحتاجه تساعده بدون ما حد يعرف، يعني تكون بين الأخوة. نحن الذين نشتري نحن نكون بالسكن خوات، مش هذه طالبة جت من تعز، هذه جت من دمار، هذه جت من صنعاء، لا، نشتري هنا نكون عائلة واحدة داخل السكن، وإن شاء الله تحقق هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. في الجانب العلوم الشرعية اهتمت المؤسسة واهتمينا احنا بالسكن بالحلقات، بالنصائح، بالحلقات كانت تشمل تحفيظ قرآن واحيانا دروس، يعني اللي حكم معين نناقشه، خطأ معين نشوفه نسأل، يجوز ما يجوز ونبدأ بالمناقشة. أما في المؤسسة كانوا يهتموا ما شاء الله بأكثر من هذا الشيء، حلقة يوم التجويد لحاله، يوم التحفيظ لحاله، الهجاء لحاله، علم لحاله، وأشياء كثيرة. تبقى الكثير من الصعوبات التي خلقها النزوح، لكن همة كهمة رويدة قادرة على تجاوزها بكل تأكيد. النزوح صعب لكن أحيانا بالفعل يكون كويس، يعني ما عشناش الفراغ اللي كنا عايشين فيه،
يعني صح إن نزلنا للسكان وصح إنه جلسنا في السكان بعيدين عن الأهل، بعيدين عن المناطق، بعيدين عن الجامعة نفسه، لكن حسينا بالقوة العائلية الداخلي، قوة التحفيظ، قوة المسجد في كل جوانبه. أعتقد أمنيتي كأمنيتك كأمنية أي مواطن يمني إنه تنتهي الحرب وترجع الوضع زي ما كان. تدرس الطب وتعمل على استكمال هدف رسمته منذ سنوات وهي في طريقها لذلك. اختياري لهذا الموضوع كان فضل الله سبحانه وتعالى ثم فضل القرآن، لأنه بالفعل أنا لما دخلت تحفيظ قرآن كنت أشارك في احتفالات هاي السعيد أنعام، المؤسسة تكفلت بمنحة دراسية في جامعة السعيد قسم طب الأسنان، وهو كان الميول اللي كنت أتمنى أنني أدخله، فحققت المؤسسة الهدف بنفس الوقت، يعني كرعاية كاهتمام من كل الجوانب، تبنته منحة في دفع الرسوم الدراسية وما إلى ذلك. فحسيته كان البداية ما حسيتش بتعارض خالص لما جاء الحرب عفوا، لأنه في البداية كنا ندرس وتابعنا المؤسسة، حتى لما وقفنا التحفيظ كان تابعنا المؤسسة، ها كيف الأستاذات المشرفات الموجهات، ها كيف أرويدة، ها كيف، والحمد لله يعني ما قصروش خالص، لذلك ما حسيتش خالص أنه بيكون في تعارض بين المجال الطبي في طب الأسنان ونوعية شغل أو عمل طب الأسنان بالمجال القرآني الذي أحمله في قلبي. الكثير من الصعوبات التي مرت بها رويدة سواء في بداية رحلتها بمشوار تحفيظ القرآن أو حفظ القرآن الكريم عندما كان المركز بعيدا عن المنزل أو بعيدا عن الجامعة التي تدرس ولم تستطع الجمع بينهما بسبب وجود المحاضرات في نفس وقت التحفيظ، هذه كانت واحدة من الصعوبات لكنها بسيطة جدا جدا مقارنة بالصعوبات الأخرى التي جاءت فيما بعد، الكل يعرفها، صعوبة الحرب، صعوبة النزوح، صعوبة ترك المدينة. تعز هي الآن نازحة هنا في مدينة إب وفي سكن جامعي في المستوى الرابع، لكنها مع ذلك أصرت على إكمال ما أرادت من حفظ القرآن وكان لها ذلك. الجميل في رويدة أنه لا تملك الكثير من العقد لدى البعض، هي طالبة طب أسنان في المستوى الرابع ولا تجد أي ممانعة في أن تكون طبيبة الأسنان تحتك وتشارك الكل، وهي حافظة للقرآن، بالعكس تقول أن القرآن هو من حفزها ودفعها لذلك، بذلك تستحق بكل جدارة أن نشجعها في عشاق القرآن، وأيضا تستحق أن يكرمها مصنع الإسمنت، إسمنت الوحدة ب100,000 ريال. تفضلي استمري إن شاء الله تخلصي، تفتحي عيادة تكون أكبر عيادة في الدنيا، نجي كلنا نتعالج عندك. شكرا موفقة.